جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من تبوك يقول: أحمد ميم حاء له قضية مطولة يقول فيها: حصل بيني وبين عمي أبو زوجتي سوء تفاهم، وحصل بعض البغض في القلوب، وطلبت زوجتي مني ذات يوم من زيارة والدها فأخذتها لك، وعندما ذهبت له غيرها علي، فرفضت العودة معي لبيتي، فأرسلت لأبيها عدة رجال من الأقارب ولكن بدون جدوى، عندما ذهبت إلى عملي في مدينة تبوك أخذ زوجتي من نفس المدينة تبوك إلى مدينة جيزان بدون علمي. ويسألني حينئذ الزملاء في العمل وبعض أصدقائي: أين زوجتك؟ فأقول: طلقت زوجتي وأنا لم أطلقها بعد، فهل تعتبر زوجتي طالق؟ علما بأنني أقول ذلك من كثرة ما أسأل عن أهلي. وجهوني جزاكم الله خيرا. أنت أخطأت في هذا الكلام، هذا يعتبر من الكلام الذي فيه خطورة ومن الكذب، فأنت أخطأت في هذا. وأما إذا كنت قصدك الإخبار عن هذا الطلاق فإنه يكون من الكذب ولا يلزمك فيه شيء، أما إذا كان قصدك إنشاء الطلاق فإنه يقع عليك، المدار على قصدك ونيتك. إن كان قصدك الإخبار تقول: أنا قد طلقت زوجتي من باب الإخبار وأنت لم تطلقها وإنما هذا من باب الكذب، فهذا لا يقع به طلاق لأنه خبر كاذب وتأثم عليه. أما إذا كان قصدك الإنشاء يعني نية إحداث الطلاق وقت الكلام فإنه يقع عليك ويتكرر بتكرر الكلام، فأنت ونيتك في ذلك. وأما أبو زوجتك فإنه إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه يكون مخطئا خطأ كبيرا ومذنبا ذنبا عظيما، لأنه خبب زوجتك عليك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يعيد الزوج إلى زوجها وأن يصلح بينهما بدل أن يفرق بينهما ويفسد ما بينهما. نعم.